وبالعودة إلى التطورات في جنوب لبنان من مرجعيون تنضم إلينا مراسلتنا دارين الحلوة. دارين، كيف هي الصورة الآن وما هي آخر المعلومات لديك في ظل استمرار الأوضاع المتصاعدة جنوبا؟ أكثر من 12 عملية نفذها حزب الله باتجاه أهداف ومواقع إسرائيلية، لكن التطور اللافت والجديد، القصف مستمر، لا أدري إن كان هذا يسمع في تسمع أصداؤه مباشرة. إذن القصف الإسرائيلي مستمر ردا على العمليات المكثفة التي ينفذها حزب الله في الساعات الأخيرة، وذلك بعد أن أدى قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أحد المراكز العسكرية القريب من بلدة العديسة، أدى إلى مقتل أحد الجنود اللبنانيين وجرح 3 آخرين. إذن هذا التطور هو تطور لافت وخطير جدا في المعادلة القائمة. للمرة الأولى يستهدف بشكل مباشر مركز عسكري تابع للجيش اللبناني، للمرة الأولى يسقط أحد عناصر الجيش اللبناني في هذه المواجهة، وطبعا هذا الأمر يحمل الكثير من الرسائل. مصدر مطلع أكد لسكاي نيوز عربية بأن هذا الاستهداف لا شك أنه رسالة سياسية لا سيما للجيش اللبناني من أجل المضي وتنفيذ البنود المتعلقة بالقرار الدولي 1701، كما ينص على منع أي مظاهر مسلحة إلا باستثناء الجيش اللبناني وطبعا قوات بحضور قوات اليونيفيل. هذا الأمر بدأنا نسمعه بشكل واضح جدا في الأروقة السياسية وعلى العلن من قبل المسؤولين السياسيين اللبنانيين بعد الضغوط الدولية والدبلوماسية عليهم بهدف الالتزام بالقرار 1701 وربما المضي نحو تعديله، بما يضمن عدم وجود أي مجموعات عسكرية لا سيما التابعة لحزب الله جنوب منطقة الليطاني التي يشملها القرار 1701، بما يضمن لإسرائيل عدم حصول أي هجمات باتجاه المستوطنات الشمالية. ولكن هذا الأمر يكاد يكون مستحيلا أقله حتى هذه اللحظة. إذن التطورات دراماتيكية هذا اليوم. طبعا القصف شمل الكثير من المناطق وأطراف البلدات اللبنانية الحدودية، استهدف عدد من المنازل التي اندلعت فيها النيران، لكن حتى هذه اللحظة لم يسجل سقوط أي جرحى في صفوف المدنيين، طبعا باستثناء من تحدثنا عنهم في صفوف الجيش اللبناني اليوم. شكرا لك على المتابعة مرجعيون مراسلتنا دارين الحلوة، شكرا جزيلا.